طلق تلاتة لكل العيوب بالمواجهة مش بالهروب، والسلبيات هتحدى وارجع عن أخطائي واتوب بعزيمة وياها إرادة. طلقت عيوبي يا سادة، لقيت عيوبي مجرد عادة، ولا مقدر ولا مكتوب. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكم طلاق ثلاثة عن الغش الأسود سيدور حديثي مع ضيفي الكريم الأستاذ هيثم الله محمد الشيمي في كلية الأدبية جامعة الفيوم. أستاذ هيثم أهلا بك. أهلا بحضرتك ومشاهدين قناة الصحة والجمال. أهلا بك. خليني أبدأ مع حضرتك مفهوم الغش في الأسواق. والله موضوع الغش بصفة عامة موضوع قديم كل البشرية. طبعا بقى العولمة والمتغيرات القضية السياسية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية متسارعة أثرت على المجتمع بصفة عامة والمجتمع المصري خاصة، وضربت أركانه وتظهر الغش على لتبين تطور وتفسخ الأخلاق والاجتماعي للمجتمع. الغش هو عبارة عن يعني تعريف اللغة هو إظهار لغير حقيقته. جميل. يعني بيخالف طبيعه الشيء. المناوي ان هو خلط بالجيد، يعني هو اختلاط الحق بالباطل، هو بيظهر شيء الرضيع ان هو شيء جيد وهو ليه منفعه او ربح سريع يعني. طب ازاي سام كمان خليني انا تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم في احد الحلق وراى طعاما فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجده مبللا. تمام. فقال لصاحب الطعام ما هذا؟ قال يا رسول الله لقد أطلع. قال أفظهرته؟ خليت الرديء ده كل فوق. تمام. ثم نظر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما يعني انت مفهوم الغش لو عندك حاجة حلوة وخليتها فوق كويسة خليتها. تمام. من أسفل. تمام. ده مفهوم من هو جميع الأديان السماوية وربنا سبحانه وتعالى الغشاشين وعدهم في كتاب القرآن الكريم المطففين، فما بالك المطففين يعني اللي هو بيقل كميه الشيء، فما بالك بقى اللي هو بيزيف الحقائق وبيعمل تدليس او تغيير للحقائق. ف يعني موضوع الغش دوت، وحضرتك ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم على موضوع ليس مني او من غشنا فليس منا، وسيدنا نبي الله شعيب عند حذر قومه من الغش وعدهم بجهنم في اللي هو والموازين وخفف التعامل مع الناس. الدين السماويه يعني فندت الغش بابه وقلت ان الغش ده شيء مذموم. جميل جميل. خليني جزئيه سؤالنا للساده المشاهدين، ترى ان في الاسواق امر مباح، هننتظر تواصلكم معانا. وهنا كمان زي ما قلنا ان قد يكون الغش دكتور ممكن نظر الشيء الحلو والشيء الاسفل يكون خلينا نروح لمظاهر مظاهر الغش. هو طبعا الغش بقى يعني في كذا يعني في كذا مجالات، وهي الغش في الاغذيه، الغش في المعمره، الغش حتى في العاب الاطفال. ازاي بقى ازاي من خلال طبيعه الماده. انا بغير او حجمها اللي في الوزن بتاعها. كل صور او اشكال من موضوع الغش من مشكله. جميل. شو بقى اضراره يعني؟ اكيد ويعتبر في زماننا دلوقتي الغش في الاسواق يعني بنعاني منها كل. اضراره بقى على نبدا بيه على الفرد. هو الغش دوت موضوع يعني مرض اجتماعي وفئه اجتماعيه ادت الى تقليل قدره الفرد على التقدم والرقي. الفرد اللي هو بيعمل تطوير ذاته ومهاراته وبيثقل لما بيلاقي ان في الغشاش هو واخد حق ومن التدليس ومن تزييف الحقائق فهو واخد حقه، وده بيخليه ينزوي ويميل الى الانطواء. لان الغش هو شايف ان هو الغش ان هو بيعمل كده حاول يعني قرب الله الموضوع، لان هو محدش عارف حاجه بيكون حته التمرين بيبتكر اساليب كتيره وطرق جديده ان هو يغير في كل الفرد اسرع الفرد
بيؤدي لامراض اجتماعيه زي البطاله الاميه، زي الفقر والضعف الروابط الاجتماعيه، تدني المستوى الاخلاقي القيمي الاجتماعي، السرقه، كل الحاجات نبدا من الغش. اذا هو ضد مبدا فوق الفرص وبيؤدي الفرط فر، هو بيمات ومش لاقي فرصه، هو ضر ان هو يجي موقف فهو يشعر بالانطواء وشايف ان دي حاجه، ان الغشاش ده هو اللي في المقدمه. طيب دكتور هنستاذن تليفوني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام سيف، اهلا بيك. ازيك يا دكتور؟ ازيك حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. طبعا يا فندم حضرتك والضيف اللي معاك ما شاء الله يعني موضوع مهم جدا يا فندم، مهم جدا ان احنا نتكلم عن الغش. طيب استاذ شريف، عايزك بقى تحكي لي اكيد طعم في الغش في الاسواق او اي نوع من انواع الغش. والله يا فندم في موضوع مهم جدا، بس مش هنجلس نقول اسم مؤسسات كبيره كانت حاجه زي منها، كان في مجموعه من المؤسسات الكبيره، احنا رحنا نشتري بعض اللحوم تمام. فكنت انا هناك، فبنتي اللي تخش التواليت بتاع المكان ده تمام. جميل. فدخلت التواليت لقيتهم بيحطوا قسما بالله بتاع الكبده بيحطوا مفروم لها لحم مفروم. بص ذهلت من منظر شفته الكبده اللي هو بيصفر كتير، بيجيب الدم الاحمر ده بيحط اللحم مفروم عشان يبيعوها لحمه حمراء. واخد بال حضرتك انت؟ يعني الدم بتاع الكبده ومؤسسه، بس قسما بالله حاطط من عينيا، تخيل بيجيبوا الدم ده وحاطينه على اللحم المفروم عشان يبيعوا لحمه حمراء. طبعا انت عارف في لحمه اقتصادي، لحمه مفرومه، لحمه مفرومه. فانا ذهلت من انا بشوف المنظر ده، لقيت جوه في المخزن جنب التواليت الموجود هناك حاطين وبيحطوا على اللحم. كان جدا ما اشتريتش المكان ده تاني خالص. للاسف في كتير ناس كتير يا استاذ بيعملوا الموضوع ده، بيغشوا غش تجاري وما بيرعوش ربنا ولا اللي في الشغل بيعملوه. طيب استاذ توجه رساله للي هم بقى بيعملوا بهذه التعامل، دورك يعني عايزين بقى نعرف اشوف زي ده يكون بقينا ابلغ على الناس. يعني انا عملت في المؤسسه ها قلت المؤسسه دي ما تمشيش معاها تاني، وانا اللي سبتش حاجات مجمده من المكان ده خالص. ان طبعا مجمدات دلوقتي ان ده كان مش لحم، مش من معتمد بتشتري منه الحاجات اللي هي الصبحه، لا ده لا هي مجمدات بتتباع. المجمدات خطر جدا، فعايز اقول انفسكم قبل ان انتم حسابه، هم للاسف مش بيراعوا شغلهم. فين الرئيس دلوقتي ده كده؟ فين الرقابه؟ يعني فين المجتمع بينهم ليه؟ طيب استاذ شريف، بس ايه الرساله توجهها للافراد؟ يعني رسالتنا برضك للمسؤولين ان هم يبقى في والايام الاخيره نشوف ان قد ايه استاذ هيثم ان بيبقى في اكتشاف لبعض اللي هي المصانع اللي بيبقى تحت بيلم زي ما بيسموها. استاذ شريف، قبل ما نختم كلمه جميله معانا، ايه الرساله اللي ممكن توجهها بقى اللي بيسمعونا دلوقتي اللي بيشوفونا؟ والله ما يشتروش المجمدات، انا ما متاكدين في اللحم كويس موثوق في مطبوعه تسليميه. ان للاسف ما كل الحاجات دلوقتي احنا ما نعرفش مصدر، كل حاجه بتيجي من الباطن. هم ربنا في شغلهم شويه، واحنا احنا ان احنا بنشتري فراخ ما تشتري او لا انا اجيب فرخه كامله تتذبح قدام عينيا، واخد بال حضرتك؟ تكون حاجه طازه ومعروفه، طازه مفيش احسن منها حاجات البلد. شريف احنا شاكرين جدا لك معانا شريف. استاذ هيثم خلينا نروح لفكره، طبعا انتشر في الاغذيه دي حاجه مشكله كبيره بسبب الامراض، فكره الالعاب يعني لعب الاطفال في كرة بس بتكون اقل من الميت. ازاي بقى هنا دور الفرد؟ احنا هنتكلم في دلوقتي او المسؤول هيتكلم، لكن الجزئيه بقى انا كده المفروض او فرد. يعني احنا طبعا حضرتك وبتطرح ان احنا اللي بيشتري سلعه منتج قليل جدا اللي بيبص على تاريخ اللي هو بدقة اللي هو تاريخ الانتاجية. جميل. ما بيبصش ليه. انت طبعا لازم في وعي، حتة الوعي انا بحب اركز عليها، ان الفرد عنده وعي انه يبقى بتبع المنتج يقدر يشوف فيها تاريخ الانتاج بتاعها، تاريخ الصلاحية بتاعتها ايه. لو لقى حاجة فيها غلط ما يترددش انه يعمل شكوى ويقدم شريف يعني كده، وانا اقدم محضر وكده، انه يقدم شكوى للجهات المعنيه. عندك جهاز حمايه لك حمايه المجتمع يقدر انه يعبر عن المشكله. كمان الفرد يتجنب بقى شراء المنتجات اللي هي بتكون مجانيه او اللي هي عن طريق الانترنت. طيب هستناك زي سمع
ناخد تقرير لزميلنا محمد الشاهد. تقرير تعال نشوف نستطلع رأي الشارع والفرد المصري ودوره في الغش في الأسواق، ونرجع لكم إن شاء الله تاني بإذن الله. بالمواجهة مش بالهروب، والسلبيات هتحدى وارجع عن أخطائي واتوب. بعزيمة وياها إرادة طلقت عيوبي يا سادة، لقيت عيوبي مجرد عادة ولا مقدر ولا مكتوب. تعرضت قبل كده لموقف السوق وانت بتشتري حاجة؟ احيانا بنتعرض لحاجات زي كده، بنبقى مثلا بنبقى متفقين ان احنا نشتري مثلا لبس او حاجة، بناخد مثلا حاجة بيطلع فيها غلطة بعد بشوفها بعد ما بروح مثلا البيت، احيانا بروح ارجعها تاني بترجع، في ناس بترضى ترجع كده، في ناس بتبقى متفقة معاك ان انت قبل ما تمشي من المحل ان مفيش ترجيع، شوف حاجتك مثلا قبل ما تمشي. طب لو بالنسبه لفرق الاسعار، اشتريت حاجه في مكان عارف سعرها واتفاجئت وانت بتشتري بعد ما نقيتها اتحركت انك انت تتكلم لقيت سعرها عالي جدا، تعمل ايه؟ لا ما فيهاش حرك ديت، لازم لا خلاص مش عجباني او مش هاخدها. تعرضه يعني وتاخد حق؟ باخدها واخد حقي، لا مش عجباني فبعرضه طبعا، اقول له لا انا كنت فاكرها السعر كذا، طيب ان انا اقول له كده ما فيش. تقدر تحكي لنا موقف حصل معاك يكون طريف كده في موقف الغش دوت وعملت ايه؟ عادي مثلا اخر حاجه كان العيد كنا بنشتري لبس وكده، الهدوم غاليه قوي، هي كده كده غاليه، بس احنا كنا بنحاول ان احنا يعني طبعا لازم الواحد يظبط نفسه كده ويجيب حاجه اللي هو عايزها، فكنا بنشوف احنا عايزين نجيب ايه ونتكلم. فالراجل كان جاكيت مثلا كان وصل 400 جنيه، فطب ليه طب نزل في السعر وكده، قال لك لا ما فيش ما ينفعش، قلت له طب خلاص مش عايزه. بس ما اجبركش يعني؟ لا ما يجبرنيش على حاجه انا مش عايزها. يعني اوقات بنيجي نشتري حاجات الاقي السعر يختلف عن بره، استغلال التجار، استغلال ابسط مثال الكشاك، يجي مثلا لو كان مساك علبه سجاير مثلا بتتباع ب 24 جنيه او 23 جنيه، كشك يقول لك ب 26 جنيه و 27 جنيه، هو كده والناس بتساعده على كده. يعني انت ما بتعترضش؟ مش انا بعترض على الاستغلال، بس الاستغلال ده اللي وصل التجار للاستغلال الناس نفسها، ان الناس سلبيه، ومحدش بيقول لك لا مش هشتري انا همشي، كل يقول لك يعني ايه جنيه ويعني ايه 2 جنيه وخد وخلاص وعايز امشي، مش فارق معايا، غير الغش في السلع نفسها، الحاجه بقتش بيور زي اي حاجه ثانيه. هي بالنسبه للمجمدات والحاجات ديت هيبقى ساعات بقى ايه التواريخ اللي عليها بتبقى ايه يعني مش مظبوطه. بتعمل ايه بقى اما بتعرف حاجه زي كده؟ والله برجع لصاحب المحل، يعني ما رضاش يرجعها يبقى هنقدم له بقى تحقيق الحاجه. في ناس تطلع كويسه يقول لك خلاص معلش اسفين احنا الايه يعني ما خدناش بالنا من التواريخ وكده. تبقى مدتها انتهت السلعه؟ اه الصلاحيه بتاعتها بتبقى خلصت بس بيبقى محطوطه عنده في الثلاجه. يعني من يعني ممكن الاقي هنا الطماطم ب 5 جنيه اروح لما التانيه الاقيها ب 3 جنيه. ولو اشتريت يعني حاجات كتير مش اول مره. عملت ايه بقى ما حصل معاك موقف زي كده؟ ما عملتش اي حاجه، هعمل ايه؟ يعني هروح رديت بالغش؟ ما يعني انا خلاص خدت الحاجه ما ينفعش ان انا ارجع له اقول له ازاي انت بتبيع الطماطم بكذا، ما هي الدنيا ماشيه كده يعني، الدنيا ماشيه كده. ما في شايف الغش دلوقتي بقى حاجه عاديه؟ طبعا مش حكايه حاجه عاديه، هو بيقول لك ما الناس بتبيع كده. والله على حسب اللي يشتري، يعني اذا كان صاحي يعني عارف السلعه اللي بيشتريها فما هيتغش، بس بقى اغلب الاحيان بتتغش. اكيد. بتعمل ايه اما تكتشف انك اتغشيت؟ عادي يعني مصير عند ربنا يعني. ما بتعترضش؟ والله اذا انا عرفت الحاجه وقتها وانا عنده انا حجادر في الموضوع. هتتكلم حقك ولا هتنزل عنه؟ يعني على حسب الفرق. انت عمرك ما غشيت حد في شغلك في اي حاجه؟ ان شاء الله لا. ما عمرك؟ ان شاء الله لا. بنشكرك جدا حبيبي، الله يخليك. اتعرضت قبل كده لموقف غش في السوق؟ مش بالهروب، والسلبيات هتحدى وارجع عن أخطائي واتوب. بعزيمة وياها إرادة طلقت عيوبي يا سادة، لقيت عيوبي مجرد عادة ولا مقدر ولا اهلا بكم مجددا. ما زال الحديث موصول مع ضيفي الكريم الاستاذ هيثم عطله حول موضوع الغش في الاسواق. استاذ هيثم، كنا شفنا التقرير يعني حتى الغش بيبقى في ارتفاع الاسعار. تمام، هو التقرير يعني جايبين يعني في شرائح فيه عندهم ناس ايجابيه، فشفتهم ان هو بيقول لك انا بشوف الحاجه مثلا تاريخ الصلاحيه بتاعتها انتهت بقدر ارجعها للمحل واشوف ان انا استبدلها او ان انا اخد ما يقابلها ماليا.
في ناس بيبقى عندها سلبيه جدا، وده اللي بيخلي الخش يبدا يتزايد. ما دور السلب ده ما ينفعش. احنا المفروض تبقى المجتمع في توعيه اكتر، وده انا شايفه دور الاعلام بوسائل الاعلام، دور بقى اللي هو وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمقروءه، فلازم تبقى في توعيه للمستهلكين ازاي هو حقوقه ايه، واجباته ايه، مسؤولياته ايه، يقدر ازاي انه يكتشف الغش، ايه هي البضائع اللي هي الموجوده او المنتجات اللي موجوده اللي هي عليها علامات استفهام، هو عشان هو يقدر انا في مواجبه للي بيحصل، وهو عارف ويكون هو عنده وعي انه حته ان هو لما يشوف صور ماركت داخل ويشوف المنتج ده يقرا بطاقه البيان اللي عليه، تاريخ الانتاج بتاعه ايه، تاريخ الصلاحيه بتاعته ايه كده. دكتور بيبقى احيانا في عروض في المولات الكبيره، تمام، فتلاقي الناس تروح بقى المول وبيجيب حاجات حتى مش عايز يستهلكها، حاجات زايده عن احتياجاته، فما بيبصش نهائي على فكره ان تاريخ الاختبار بتاعه بالظبط، عدم وعي. يمكن حمايه المستهلك، يعني ايه دور حمايه المستهلك في حاجه زي كده؟ طبعا دور حمايه المستهلك ودور حمايه البيئه ومنظمات المجتمع المدني ان هم تبقى عندهم قاعده بيانات ومعلومات. انا اقدر اماكن اللي موجود فيها اماكن فيها الغش، اقدر انا اعمل موقع الكتروني، اعمل حته اشعار للمستهلك بالبضائع اللي هم تم سحبها من السوق، هتكون عندها موقع بحيث ان المستهلك ده يقدر ان هو يدخل على الموقع ده ويعرف ايه هي البضائع اللي فيها مشكله او كده ان هو يقدر ما يشتريهاش. وانا عايز اقول تجربه يعني امريكا ودول متقدمه، امريكا واليابان، وحقيقة يعني من فتره كان شفنا العربيه اللي هي المانيا واليابان اللي هي سحبت من الاسواق عشان فيها مثلا مشكله في المكابح بتاعه الفرامل او كده، عربيه واحده سحبوا كل العربيات. طب ده ليه هم بيفكروا كده؟ لان هم عاملين علاقه فيها قائمه على المصداقيه بين متلقي الخدمه اللي هو المستهلك وبين اللي هو صاحب الشركه. دي طبعا شركات ودول سمعه كبيره، فتبقى هو دايما اهم حاجه عنده رضا المستهلك، دي اهم حاجه حتى في رقم واحد في المنتج بتاعه. فاحنا ليه ما نعملش كده؟ يعني مثلا في امريكا مثلا عامله موقع الكتروني اللي هو www.recalls.gov. الموقع ده بيتم اشعار المستهلك يوميا بالمنتجات اللي تم سحبها من السوق، وكمان الطرق بتاعت المستهلك انه يعرف ازاي يستبدل المنتج بتاعه، يعرف الضمانات ازاي، الحاجات دي كلها بتبقى هو عارف قبل ما ينزل يشتري حاجه، بتبقى جاي له بيان سواء بقى عن طريق بقى الايميل، ممكن اتصال مباشر تليفون، ممكن عن طريق الفاكس، ممكن عن طريق وسائل الاعلام، يقدر ان هو يتبلغ. فاحنا ليه ما نعملش كده؟ هو وارد يا دكتور يمكن يكون في بعض المواقع موجوده الحكوميه ان ممكن تعمل كده، لكن الفرد قد يكون فقد المصداقيه شويه في ان حد يرد عليه او تمام. حد يشوف مشكلته ايه ويحلها. تمام. خليني بس اروح لجزئيه الاثار النفسيه للغشاش. تمام. يعني دلوقتي لو حد بيشوفنا من قاعد بيشوفنا دلوقتي وهو بيعمل نوع من الغش في الاسواق، تمام، نفسيا يكون وضعه يعني شايف الموضوع عادي فهلوه بالنسبه له، ولا بيتم تاثيره نفسيا؟ طبعا يتم تاثيره نفسيا، وهو بتبقى عنده حته الغش ده فهلوه، يعني طبعا الشعب المصري يقول لك بفهلوه كده انا اجيب القرش ومش عارف ايه مثل الشعب كده. فطبعا هو بيتاثر نفسيا. ليه بقى؟ لان هو بتبقى عنده حاجه مرض سيكوباتي، مش متزن نفسيا، مش متزن فعليا، بيطور كل الطرق والاساليب الملتويه والمخادعه لتزييف الحقائق، وان هو دايما بيوصل الناس ان هو نظره شك، عنده هيستيريا الشك. حته بقى ان هو شايف كل الناس انها بتشك فيه وكده، وهو بينه وبين نفسه وعنده حته ان هو انزواء كده وانطواء، وبيحس ان هو من داخله من النفسيه بتاعته ان هو عنده يعني هو مش امين في الحاجه اللي بيعرضها، وان هو مش يعني مش قادر ان هو يطور قدراته ومهاراته. وهو لو عنده وقت لو ممكن يقدر يعني يوفر وقت وان هو يطور مهاراته ويذكر ذاته ويطور المنتج ويحققه بدون غش او تحايل. بس هو نتيجه بقى الجشع والطمع. فيبدا ان هو يعني يتحايل على عشان طبعا الربح الكثير. طبعا في دي امراض نفسيه بتبقى هو الاكتئاب والانطواء وتزييف الحقائق والامراض النفسيه اللي عنده دي ناتجه من موضوع الغش ده، وتبقى باينه عليه يعني في الكلام وتغيير المعامله، لان هو كل مره باسلوب معين وكل ما واحد بطريقه مختلفه. يوجد فن التمويه وفن تغيير الكلام وتغيير الاسلوب، بتبقى ليهم وضع تاني. احنا بس كمستهلك بيبقى دورنا في التعامل مع الناس دي بيبقى تمام. مجرد شراء البضاعه، فبيبقى تمام. صعب علينا احنا نحلل بقى الشخصيه بتاعته. تمام. لكن هو زي ما حضرتك قلت لازم يكون في وعي عند الفرد ان هو ازاي يشتري. خليني اقول جزئيه برضو تاني يا دكتور، الاسره. يعني انا لو حد دلوقتي في بيتي غشاش، فهل الابن يعني يكون والده بيعتبره قدوه في الموضوع ده فيتم تاثير سلبي على الاطفال بحيث يطلع عندنا مجتمع للاسف نسبه كبيره منه غشاشين؟ دي ناتجه طبعا يعني ناتجه من التربيه الخاطئه، التنشئه الاجتماعيه.
البيت دايما قائم بطور تخصص الاجتماعي بتاعي قائم على التنشئه الاجتماعيه. التنشئه الاجتماعيه كل ما كانت التنشئه قائمه على الصواب والعقاب، قائمه على التنشئه السليمه للاطفال، وبنجد احنا حتى في البيت في الاسره مثلا لو الطفل مثلا حتى حد يخبط على الباب فوالده يقول له ما تقولش انا موجود في البيت او كده، هو بيعلم الطفل الكذب وهو صغير بالظبط، فيبدا ان هو يتعلم الاساليب دي ويعرف ان الاساليب دي ان هي دي الاساليب اللي هي المفروض يتعلمها، وان هو يقدر ان هو عشان يتواكب مع المجتمع ان هو يقدر ان هو يتعامل مع الناس ان هو لازم يكذب عشان يقدر يوصل اللي هو عايزه. ودي احنا شايفينها كتير في جميع المجالات في كل حاجه، احنا شايفين موضوع الغش ده مؤثر وتغيير البيانات وتغيير الحقائق ده في موضوع، فدور الاسره مهم جدا جدا في التوعيه، وانه لازم الصدق ده يعني تبقى يعني الوالدين يعني دايما انا بحب ان هم يبرزوا دايما دور الامانه والصدق والتحلي والصفات الامينه والاخلاق الحميده، يعلموا اطفالهم الحاجات ديت، وان الحاجات دي هي اللي بتؤدي لتحقيق الهدف مش الكذب والفهلوه والغش اللي في اسر بتقول لا انت مش ناصح او انت مش ما بتعرفش تعمل زي زميلك اللي بيغش في الامتحان عشان ياخد درجه اعلى وانت جبت درجه قليله عشان انت ما غشيتش. فكل الحاجات دي بصراحه احنا بنشوفها نقول هي بسيطه جدا، لا بتاثر جدا في الطفل وبتخلي تغيير سلوكياته وافكاره. يمكن يا دكتور لما دخلت في غش الامتحان، هو دلوقتي احنا في اجازه يعني، بس هي الفكره دلوقتي في بعض المدارس، وانا يمكن ليا زمايلي مدرسين وبيروحوا لجان، فاحيانا الاباء بيجبروا المدرسين ان هم يسيبوا اللجان وبيبقى بالقوه. تمام. فالابن لما يطلع يلاقي ان يشوف الغش بيبقى اصبح دلوقتي الغش لما حد بيغش يقول لك لا يعني عادي عشان ننجح، ده اجباري اصل ما فيش وظائف اصلا. تمام اكيد. فاصبح ممكن تكون ثقافه. تمام. فمش بيبقى واخد باله ان الابن ده لما بيكبر ممكن يبقى تاجر قوي في البلد فماسك البلد فيغش. تمام. فيبقى في مشكله. خليني بقى اتذكرت قصه سيدنا عمر الخطاب، يعني احنا بنتكلم على القدوه هنا والاب والام. تمام. لما مر في يوم من في احدى الليالي فوجد المراه تقول لابنتها اسكبي الماء على اللبن. تمام. فقالت يا امي يعني فقالت لا لا يرانا عمر، فقالت ولكن يرانا رب عمر. فهنا تعال نبدا بقى بالعلاج يا دكتور. تمام. ناخدها مع من الاول دور المؤسسات في العلاج. تمام. دور المؤسسات، احنا طبعا الجهات المعنيه بموضوع الغش ده طبعا عندنا جهاز حمايه المستهلك، حمايه جهاز حمايه البيئه، المراكز والمراكز والدراسات والابحاث اللي هي مراكز البحوث اللي هي القائمه بتوعيه المستهلكين ومتلقين الخدمه بالاضرار السلع، وان هم يعملوا توعيه للمستهلكين بالسلع دي مواصفاتها ايه، دور كبير جدا. عشان المركز ده يقدر ان هو يعمل توعيه اول حاجه لازم يكون عنده بيانات ومعلومات. توافر بيانات ومعلومات الدقيقه والكافيه عن الموضوع، عن موضوع المنتجات والسلع والحاجات اللي سحبت من الاسواق، عشان المواطن او المستهلك يكون عنده وعي. جميل. بالحاجات دي قبل ما يقدر ان هو ينزل يشتري او كده. تاني حاجه انا بنصح بيها برضو الجمعيات ان هم يعني تبقى في توعيه بتجنب بقى شراء الحاجات اللي هي من خارج الدوله او عن طريق الانترنت، لان في احصائيات بتقول 50% من الادويه اللي بتشترى من بره او من عن طريق النت بتكون مغشوشه. يعني بتكون مزوره ومغشوشه، فتوى في توعيه الناس ما تعرفش كده، واحنا عندنا في كميه شراء برضو على الانترنت كتير، وطبعا الناس ما عندهاش وعي بالكلام ده. المفروض انا اعمل تبصير للمستهلك بحقوقه وواجباته ومسؤولياته، وان هو لما يلاقي حاجه في بضاعه في رقم معين للشكوى انه يقدر يقدم شكوى بتاعته. وده طبعا المجتمعات ديت يعني او المراكز البحوث دي لازم يكون لها نظام معين. بس للاسف احنا عندنا حاله تخبط شويه والعشوائيه في بعض المراكز، ما فيش نظام قايم بالطريقه الكافيه اللي هي الدقيقه يعني في حل المشكله وتبصير المستهلكين، فتلاقي كل واحد في اتجاه، محدش عارف مستهلك مش عارف يروح فين، ولا سمع حتى دور عن جمعيات المستهلكين وجمعيات حمايه البيئه، ولا دور منظمات المجتمع المدني. وطبعا انا يعني بركز على دور منظمات المجتمع المدني، المفروض ليها دور اكبر. بالظبط. دور الدوله يعني دور الدوله بتبقى كله بقى الروتين، وحضرتك عارف الروتين والرتابه والكلام ده كله. فتبقى في دور منظمات المجتمع المدني تقدر تعمل توعيه عن طريق الاعلام بطرق بسيطه جدا، تقدر يعني تعمل تبصير للمواطنين، لان احنا عندنا كميه الفقر والاميه كبيره جدا. يعني نسبه الشعب هنا في الفقر والاميه كتير، فمحدش يعرف. انت لما تعمل له خلال وسائل الاعلام تعمل صوره معينه، تعمل منشور معين، يقدر ان هو يتابع، لان الصوره بتعبر اكتر من الكلام يعني، فيقدر ان هو يشوف الحاجات اللي هو يقدر ان هو ايه يتجنبها يعني. يمكن يا دكتور بنلاحظ ان في بعض الشباب، الناس الشباب الخير كده، بيعمل بعض الصفحات على السوشيال ميديا. تمام. ويحارب فيها الفساد في. تمام. الاسواق. تمام. ودي برضك فكره يعني، ازاي هنا بقى دور الفرد، خليني بقى نركز على الشباب. تمام. وجه رساله كده للشباب ازاي يبقى دورهم قوي في محاربه الفساد في او الغش في الاسواق. دورهم قوي باعتبار الشباب في دلوقتي في عصر التكنولوجيا. بالظبط. فيقدر ان هو يعني يوظف كل وسائل التكنولوجيا الحديثه بتاعته عن طريق بقى الميديا
والسوشيال ميديا وفيسبوك والحاجات دي كلها، ان هو يقدر مثلا يعمل صفحه معينه مجموعه شباب زي ما هم عاملين صفحه كده الدورات التدريبيه والتنميه البشريه مصر تعمل. شباب، مجموعه شباب مجهولين الهويه في منتشرين في كل المحافظات بيعملوا تدريب دورات للشباب عشان يأهلوا سوق العمل. نفس القصه احنا ممكن نطبقها. هو لو عمل برضه مجموعه شباب عملوا توعيه بمنتجات معينه في كل محافظه كذا كذا، مناطق دي فيها عيوب، فيها مواصفات غير سليمه، يقدر ان هو يوعي المجتمع. اكيد طبعا الافراد في المجتمع هيقدروا ان هم يسترشدوا بالحاجات دي كلها، ويقدر ان هو يقدر يتجنب بقى شراء الاشياء ديت. وده دور الشاب ده يعني، ودور اي حد ما في انترنت موجود، فيقدر هو الصفحات دي بتنتشر بين الشباب بكثره جدا يعني. برضو بنوجه رسالتنا للشباب ان يبقى الموضوع هنا مسؤوليه. بمعنى ايه؟ ان انا ممكن اطلع على الفيسبوك او على السوشيال ميديا واقول ان مصنع فلاني مش كويس او شفت، هيبقى فيه خطوره. بمعنى ان انا ممكن اكون هضرب في اي حد. فاحنا بنتكلم هنا على دور الشباب في التوعيه. تمام. يعني مش عايزين احنا، وخلي بالكم يا شباب، لو ان انا اتكلمت على حاجه او على مصنع معين او على منتج معين وكانت المعلومات غير سليمه، تمام، فانت بتقسم على ذلك. اكيد طبعا يعني احنا بقى بنتحرى الامانه وصدق بقى في الكلام يعني. احنا نقدر ان الشاب يقدر يتكلم في حاجه فعلا لقى حاجه بالفعل وبينزلها بالصور، وانا بشوف حاجات كده بالفعل يعني، بشوف حاجات منتجات بينزلها بعض الشباب على صفحه الفيس مثلا، منتج ده كذا وشاف فيه كذا، بتبقى صوره باينه بيوضح لك الموقف ده بالفعل من غير الكلام. ما انت ممكن يعني تخترق واقعه هي غير دقيقه ولا غير حقيقيه. لا، فانت بتعمل حاجه يعني اهم حاجه فيها الصدق والامانه تقدر تعمل فيها. طبعا الموضوع يعني برضو شايف موجود في يعني دور الدوله برضو في غياب بقى للقوانين والتشريعات. يعني مثلا بشوف بعض الدول العربيه مثلا زي الامارات، لو في مطعم مثلا في منتج فيه فاسد او عمل مشكله للمواطنين بيتقفل المطعم وتبقى فيه غرامه كبيره جدا. ده بيبقى يعني ايه زي رادع بالزبط. لاي حد ان هو يقدر يشوف الموقف ده، خلاص في دور تفعيل القانون. تفعيل القانون احنا عندنا قانون يعني ايه، في عندنا قوانين بس مش مفعله. بتلاقي الرشوه وبتاع يقدر ان هو يطلع تاني ويعمل برضه المنتج بتاعه تاني مفيش مشكله. يعني فالنظام لازم يكون فيه قوانين تشريعات رادعه بالزبط. لكل ما تسول نفسه ان هو في الغش او خداع الناس يعني. طيب اخيرا يا دكتور، عايزين نوجه بقى رساله اللي هو الغشاش بقى اللي بيبقى فيه مشكله عنده وبيغش في الاسواق. عايز بقى توجه لنا رساله اخيره ليه. انا عايز اقول اتقي الله يعني. يعني هو الغشاش اتقي الله، وان انت لو انت وفرت بعض الوقت في تطوير مهاراتك ومش تاخد حاجه يعني، انت طورت مهاراتك واثقلت مهاراتك وخبراتك ودورات تدريبيه معينه، تقدر ان انت تعمل منتج تنافس بيه بشكل فيه امانه وفيه بشكل فيه صدق بغير بقى التحايل. وانت يعني حتى لو انت ناس مش عارفه، انت جوه نفسك انت مش هتكون راضي. الرضا النفسي ده اهم شيء. فانت تكون داخليا انت مش مرتاح ومش مرتاح للربح، الربح اللي انت خدته. انت لو وفرت وعملت منتج كويس جدا وبامانه، هتلاقي اللي هيساعدك ان المنتج ده كويس، وتبدا تطور وتبدا تاخد خبرة، تاخد سمعة وتقدر تتحرك يعني. ناخد من كلام الدكتور ونوجه رسالة لأي حد ماشي في الغش في الأسواق، نقول له اتق الله وكما تدين تدان. وكمان خلي بالك ان الماديات اللي جت في امراض انتشرت وعندك اولاد، فشوف للعاقبة. ده بعيدا عن الحساب يوم القيامة. الدكتور هيثم عطلة محمد الشيمي، الباحث في الدكتوراه كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم، تنورتينا النهارده ونورت الصحه والجمال. ربنا يبارك فيك وتهدي، ربنا يعزك، ومشاهدين قناه الصحه والجمال كلهم ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، كنا النهارده بنتكلم عن الغش في الاسواق ودور الفرد والمجتمع في مواجهه هذا الفساد الذي انتشر في بلدنا. ان شاء الله نشوفكم في اللقاء القادم. حتى ذلك الحين دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالهروب والسلبيات اتحدى وارجع عن اخطائي واتوب بعزيمه واياها اراده. طلقت عيوبي يا ساده، لقيت عيوبي مجرد عاده، ولا مقدر ولا مكتوب.